تعيش في بيت لا يشبه بيت، وإنما في دكان يعيشون فيه في حاجة وفقط. فإليكم حكايتهم. كيف حالك عائلة سرحان؟ الحمد لله. فين عايشين الآن؟ احنا عايشين بدكان نازحين، خرجنا بنزحة قروا بعدنا وخرجوني من غير بعض الطول كلها، لا فوقي در ريالي حافين ما خلوني اشيل شي، بكوني قالوا لي جيت مع المقاومة مدري انت لما مجزعكم من غير بعض التواصل كلها عند المقاومة بشارع بين وسط النخبة حق الصيفرة، ادوا لي لبس بعض الطول، ادوا لي الاثنين، قالوا لي اختي الستر وصل كل عند زوجي وهو بين المقاومة ما عقدت شي صار للتبع حق عبد الحاتم، وصل كل عند وحيدة قصوا كل عندنا نوم الثاني، نوم الثاني داروا لي دكان، وما أنا خرجتني خابت أبي لا أقوى واحد سجلني في الموضوع خابت أبي بعد رمضان قال أمشي أختي، أنت ما تديليش إيجار أنت ما تديليش حاجة جزعكو خانك ستة أنا خوما عوش اللي بالسايلة وبواحد أدير الدكان هذا الحمد لله بعشر مع الدكرة أش خلش خرجني خر كله ما قدرش يعني خرج من وسطه من حمة تخرج تكي كبير فيقال لي الناس يشتلموا مع الزوج يكسب قلنا متقاعد حقا سيكي القاش متقاعدين قل كله سأل لهم استلموا القاش أنا خلنا متقاعدين أنا أنني مخطئني إن هم استلموا شو قل ما نش مخطئ أطفال. معي ست أطفال، ثلاثة معاقي وبني مصاب كل وكل والق ولصاحبي 40 حالة حالة ونرقى العين علة وبن زوجي رجل رحلة ودحنوا بالهند والحمد لله وبين سكري وبزي بنت التناقر وكل واحد داري بحالته كيف حالته ما مين يصرف عليكم ما دام زوجك تعبان وانت تعبان؟ اقول لك وقت يوم الحمد لله وكم من واحد الفتنه بتلطحين كم من واحد يدي لي القماه كم من واحد وقاعده اللي غاثت يدلنا الحبل الحمد لله نحن واثق بك نقول لك الحمد يا رب تمشي الفتنه كيف تقضي شهر رمضان؟ ما قضيش، نعمل له شعوري ولا شيء تو خارج ايش قال لي لا بزبادي شفر ما بزبادي فت على فت حش حتى بصلي عمر الكوفة سكت وقتي بس ما قضيش لا ومن يعالج والعلاج العيلة كيف تعالجي ابنك عيالك؟ العلاجة فوق تو خورك الصيدلي يرفع مني فوق زبادي العلاجة فوق كل شي فوق هلا حليب فوق كل شي فوق
وهذا طلع البقالة هلا حالة الحالة ما بقول لك حالة بربي. احنا مسترين ستر الله، لا اسال ولا اقول لك خرج فلان انا ما ادري شو يقول لك. اجا سكت الا ربي الا ربي وافقني بعبد الله شرعوب، قلت له عبد الله شرعوب انا ارحم عيالي ليش قد كيف حالتي انا مرحين مره لحالي. عيالي ما اكتسوش العام اداري عيالي ما اكتسوش خرجوا يبكوا اركسوا واحد اتكلمت عن عيالها سكت العام ثانيه كيف تقولي برمضان بشهر رمضان لاهل الخير؟ ضاوني للساعة 10 في سنة دخلتها قبل رمضان عشان ضاوليش. قلت لك حاجة نسمع طاقة معاه من الشاشة معاه. قلت فاعل خير شاش قال لي فاعل خير شدي لنا الهواء شهادة. لو حنتضاوى. إلى أبو لوحة قول لي كل أبو. ستة أطفال الحاجة تكتنفهم مرض وعدم الإعالة نزوحا وبيت ضيق لا يقدرون يعيشون فيه. هكذا هي حياة أبناء تعز بسبب ميليشيا الحوثي وصالح بحصارهم الدائم وحربهم على المقدرات الوطن وعلى الناس البسطاء. عائلة سرحان تعيش الأمرين بنزوح وتعب وحاجة. من أبواب الخير تطرق ففجر الأمل الخيرية طرقت باب بهاية سرحان فأعطتهم ما تقدر عليه في شهر الخير والبركة. شكرا لهم ألف شكرا بثر رحموني ورحموا عيالي وفي شهر رمضان رحموني إنه خرجت بفقر الأمل، حاكلك أهم حق رمضان معاش تغذية.